أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج سبور أن وان. في عدد اليوم سنتحدث عن فريق مولودية وهران والسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا يحدث لفريق مولودية وهران؟ تعثر آخر يعقد من مأمورية الفريق ويجعله يحتل المركز ما قبل الأخير برصيد 10 نقاط فقط من أصل 48 نقطة، وهي السابقة في تاريخ النادي. كما سنتحدث في عدد اليوم عن التكوين في فريق مولودية وهران، فبعدما كان منبر أو بالأحرى مركز للمواهب الكروية، تحول الفريق إلى مقبرة للمواهب الكروية خاصة في وهران. وفي الجزء الأخير سنتحدث عن ديون الفريق التي بلغت أكثر من 200 مليار سنتيم، وبشرت شركة إبرو في تسديدها والتي بلغت أكثر من 100 مليار سنتيم. طبعا الحديث حول هذه المواضيع أسعد اليوم باستضاف ضيوف مميزين يعرفون البيت جيدا، وأبدأ طبعا بالمدرب السابق لفريق مولودية وهران سيد محمد حنكوش. مرحبا بك محمد، وشكرا على قبول دعوة البرنامج. السلام عليكم، مرحبا لكم انتم ثاني، واليوم جبتونا بلاطو يعني مميز فيها جوج لاعبين توعي ياك، وفيهم شي راشد ثاني كان صحفي في هذاك الوقت. يعني بهذا الانفيتاسيون تاعكم راكم فكرتوني، رجعتونا في 96، ميرسي بوكو. رديناك تقريبا 30 سنه الى الوراء سي محمد. مرحبا بك سي محمد، كما اسعد كذلك باستضافه الاعلامي البارز، وانا اقول ممثل الصحافه الجزائريه لدى الفيفا كعضو لجنه التحكيم لجوائز دو باست، لجنه من داخل الوطني جمال بالماضي، والصحفي كذلك المعروف يزيد وهي. مرحبا بك راشد العربي، شكون اقول بالضيافه؟ شكرا لكم، شكر الله كرمكم وحسن ضيافتكم سي فؤاد. يعطيك الصحه، كما اسعد كثيرا اليوم باستضافه المدرب القدير واللاعب الدولي السابق عمر بلعطوي. مرحبا بك سي عمر، شكرا على قبول الدعوه. والسلام عليكم، شكركم على الدعوه وتحيه لكل المشاهدين. مسرور بوجود اليوم مع الشيخ تاعنا محمد حنكوش، مع صادق مازري الزميل تاعي، والاعلامي راشد بالعربي. وان شاء الله بدكم الأجوبة تاعنا تكون في الفائدة تاع إن شاء الله. يعطيك الصحة عمر، الأسئلة تاعكم إن شاء الله. يعطيك الصحة عمر، مرحبا بك. كما سعدوا كثيرا باستضافة اللاعب السابق لفريق مولودية وهران، أنا أقول بكل صراحة كي تخسر مولودية وهران هو يمرض. صادق مازري مرحبا بك صادق، شكرا على قبول الدعوة. السلام عليكم، شكرا على الدعوة، سعداء بتواجدنا مع الشيخ حنكوش. عمر صديق بين أصدقاء القدماء اللاعبين اللي نعزهم بزاف، وتواجدنا مع سي راشد الثاني البدايه تاعها كانت معنا من بين الصحفيين المميزين. ان شاء الله نفوتوا ان بون مومون ان شاء الله. هذا ما تمناه صادق. طبعا الحديث اليوم سيكون حديث ذو شجون وذو هموم كذلك، بما ان الامر يتعلق باكبر نادي على مستوى الغرب الجزائري، النادي الذي يمتلك اكبر قاعده جماهيريه، النادي كذلك الذي يمتلك اكبر عدد من المباريات في القسم الاول. خلينا نبدا معك ربما راشد بالعربي، انت كاعلامي ربما تعرف خبايا الفريق جيدا، خلينا نبدا من النتيجه الاخيره لفريق مولودية وهران امام جمعيه شلف. تعثر اخر يعقد من ماموريه الفريق ويبقى ب 10 نقاط فقط من اصل 48 نقطه، كي نقولوا 16 مقابله 48 نقطه، امر مؤسف وهي سابقه في تاريخ النادي، لم يسبق لها مثيل. الديكليك لم يتحقق بعد مع مدرب اسمه بوزيدي، ازمه نتائج حقيقيه رشيده. اكيد ازمه كبيره، سي بالك لا بروميير فوا دو ليستوار دو ام سي او في ناسيونال اون 62 درو اللي عندنا 10 بوان ابري 16 جورني جامي ما صرات، و اون فوكاليزي بوكو على هذا الماتش. كنا راكزين بزاف على هذا الماتش تاع شلف، نون با باسكو سي شلف ولا نيمبورت كيل ادفيرسير كان يجي، الام سي او افي بور ميسيون اي بور اوبجيكتيف دو غاني هذا الماتش، باسكو كان تعبئه عالميه كبيره، كان كاين لي ريكرو اللي جابوهم وقعت عليهم ضجه كبيره، و سيتي لو بريمي ماتش ا دوميسيل بريس في لا فاز لو تور، سيتي لامبورطونس دو ماتش فيزي كو ليكيب كان يليق لها تربح. الجماهير ثاني استجابت للنداء، وستاد تعمر كما بالك ما تعمرش هذا العام، من خاصه بلوتو ما تعمرش هذا العام من طرف جمهور مولودية وهران، دونك لي زيغريديون كانوا كاينين باش تحقق هذيك سكو تو ابلي لو تبال بسيكولوجي، هذاك لو ديكليك سيرتو في لا فاز لو تور. مالوريزمون يا يو ريزولتا انول كي ني با سي بطعم الخساره، بطعم الخساره هو سي لو بلان كونطابل جانب الحسابي خاسر دو بوين بصح سو لا فيزيونومي دو ماتش وكيفاش عشنا لي 15 ولا 20 دير مينوت اون ا يو ان بوين، ربحنا ان بوين فاس ا اون ايكيب شلف كي نيتي با فودر دو غار، اون ايكيب برونابل يسالوا فيها اللاعبين اكيد انهم باسكو كانوا في الميدان، ويسال فيها كذلك المدرب باسكو يا يو كيلكو شونجمون بيزار، يا يو دي بلاسمون دو جوار بيزار، يا روندمون بيزار كلكو بار. دونك ما الوغ كو هاد الماتش كنا نستنوا فيه باش يكون هو الدافع لا فاز لو تور، مالوريزمون يا بريسك ان كود فرا. مي نتمنوا ان شاء الله ا بارتي دو لا بروشان جورني اللي عندنا ديبلاسمون للثوره
اسبيرون كو الاخطاء اللي صراو هنا في زبانة ما يصروش في بشار، اسبيرون كو لي جوار يكونوا على قد المسؤوليه، واسبيرون سورتو كو المدرب يوسف بوزيدي كي سوا كابابل سيت فواسي داليني لو ميور اونس بوسيبل، وكي سوا كابابل دو بيان جيري الماتش باش اوم لامسيون بير با بشار. يعطيك صحة رشيد، نمر ربما لعمر بالعطوي. بكل صراحة الشيخ عمر، أنت كنت مدرب الموسم الماضي رفقت حد مولاي الفريق، وبكل صراحة هل كنت تتنبأ بأن الفريق كان مقبل على مرحلة صعبة؟ يعني كانت فيه مؤشرات سلبية توحي بأن الفريق هذا الموسم راح يعاني؟ لا، ما كناش نستناو هذه الأشياء هذه، لأن بعد قدوم شركة إيبروك بعد ما كما يقول لك سددوا الديون، ونظن باللي قاموا بعمل اللي هما مشكورين عليه، بالك من ناحية التقنية كان الوقت كان ضيق في الانتدابات، والكل يعلم الفترة هذه الانتقالية وين بعض اللاعبين غادروا واللاعبين كانوا ماشي غير مؤهلين، وكاع ماشي من السهل باش تلقى الوصفة، خاصة المدرب اللي كان مقبل السيد مضوي اللي ما لقاش الحلول. حاليا باستنجاد بالمدرب بوزيدي، نظن باللي الإدارة الحالية ولا الطاقم الفني الحالي ما عليهم إلا إيجاد الحلول المناسبة لإخراج الفريق من هذه الوضعية، ونظن باللي قادرين كما قلنا بداية من المقابلة الجاية ضد شبيبة ثورة، تبقى مقابلة صعيبة لأن فريق ثورة في الميدان تاعه فريق صعب المنال، لكن قادرين إن شاء الله نعودوا بنتيجة اللي كما نقول حنا تكلمنا على الديكليك، تكون لو ديكليك لو فري ديكليك ان شاء الله، لان الانتدابات اللي دارت الكل فرحوا بها، ما نكذبوش على روحنا، اللاعبين اللي انتدبوهم في الفتره هذه لاعبين يعني امكانيات، نظن باللي ابار اللاعب الحميده اللي عنده اصابه في الكاحل، نظن اللاعبين الاخرين عندهم مؤهلات اللي قادرين يزيدوا لو بلوس للفريق، وان شاء الله من هذه المقابله الفريق تكون الانطلاقه الحقيقيه. 10 نقاط سي تري ديفيسيل، لكن ما لازمش يكون دروك بيننا وبين الفرق اللي راهم قريب للمؤخره، ما يخش يكون غرونتي كار باش اللاعبين ما يزيدش الضغط، ما يكونش ضغط كبير، لان الضغط السلبي يخليك تضيع بزاف من الامكانيات تاعك التقنيه. لهذا انا نتمنى ان شاء الله كيما قلت لك يا ستاف اون بلاس سي تالوي دو تروفي لي سوليسيون، يتكلم مع اللاعبين باش يحطوهم في وضعيه مناسبه، لان حتى من الناحيه الماديه نظن باللي كل الامور راهي تسير على ما يرام، وهذا الشيء ما شفناهش سنوات عديده في المطهره نعذروا عليها بكل صراحه. دونك انا نقول كما يقول لك رساله للاعبين، ما عليهم الا يجتهدوا يسدون افون يبلوا القميل ان شاء الله، باش ان شاء الله الفريق يعاود يولي للسكه صحيحه. هذا ما نتمناه عمر. سي محمد حنكوش، بكل صراحه ازمه النتائج اللي يعيشها فريق مولوديه طهران اليوم هي بدون شك هي نتاج تراكمات سابقه، بدءا الاولى بالتسيير كما قال رشيد في الحصه السابقه، ومنها الى تراكم الديون كذلك واللي بلغت اكثر من 200 مليار سنتيم، والنتيجه اللي نشوف فيها اليوم الفريق مهدد بالسقوط، 10 نقاط فقط من اصل 48 نقطه في 16 مقابله، 10 نقاط، وضعيه لم يسبق لها مثيل فريق مولوديه طهران سابقا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نلقطوا البطاطا، سامبا البطاطا ونجيبوا التفاح. دونك سي سكون اسومي لحد الان اللي زرعناه، ولا رانا نلقطوا في هضره. مادونا رانا نسمع الاولاد يقولوا لك اودي ديكليك ما ديكليك وكلشي. يعني لا لوكوموتيف في فريق هو ليكيب بروميير. وهذا الديكليك ما يعني باش تروح للنتيجه يعني رياضيه لازم يعني يعني ان انسومبل دو مويان باش تروح للنتيجه، ماشي نقولوا غير ديكليك وصاي. نظن انا لو بروبليم دابور في اللاعبين في البلان تكنيك، يعني ان بروبليم بسيكولوجيك. لي غارسون هادو يعني مهما تجيب لهم اليوم راهم معقدين، يفوقوا هذا المدرب يعني ولا المدربين يقولهم زعما يواصلوا ولا يديروا يعني التدريب تاعهم بوكو بلوس سور بلان سيكولوجيك كو تكنيك. منين تكون الامور في عقولهم مليحه ومحمسين مليح يعني وهادين وكل شيء، لو ديكليك يجي. ما يجيش منين نبقوا نقولوا هاو هذا الخطره وهذا الخطره وهذا الخطره، وشحال قدنا من خطره احنا. دونك انا ا مون افي لا بريز اون شارج دو سيت ايكيب الي دابور بسيكولوجيك بارابور ان بروبليم تكنيك. خاطش اللاعبين يجروا يعرفوا يجروا وحدهم، جون با بوزون دو نو باش يجروا، يعرفوا يجروا وحدهم.
Seulement, ce qu'il faut, c'est trouver, yani, sur le plan l'encadrement, sur le plan tactique, surtout sur le plan moral. Surtout, on a les Jazaïriens là, les enfants là, yani, même ils sont nés dans le تدريب, ils sont, yani, psychologiquement, yani, يعني مكون يتغلب على اي انسان. رانا نشوفوا في التلفزيون دي زيكزومبل في الخارج، يعني خطره شي كيب يخصها 6 ولا 7 تاع اللاعبين ويربحوا باسكو مورال ما يكونوا ملاح، باسكو سون بيان اونكادر وكلشي. دونك امون افي سي دابور عند اللاعبين مشكل نفسي، مشكل نفسي اكثر من نوع شيء اخر. يعطيك الصحه صادق مزري، بكل صراحه انت شفناك في كل مره تعلق على مباريات او نتائج الفريق تاع مولوديه وهران، يعني في كل مره نقولوا هذا تحقق الوتبه البسيكولوجيه كما قال رشيد لو ديكليك، ولكن الى غايه يومنا هذا ما تحققش. مدرب جديد، لاعبين جدد، يتم تصفيه الديون يوم بعد يوم، ولكن للاسف النتائج ما راهش تمشي اليوم. وضعيه معقده يعيشها فريق مولوديه وهران. اكزاكتومون بون بلاسك رانا عندنا نفس الاراء. انا نولي لو ديبار هو بوكو بليس على الديبار، الديبار تاع الفريق كما يقول لك العام يبان مخرف. الديبار انتدابات غير مدروسه، الفرق كاع دار الانتدابات تاعها، راحت للتحضيرات تاعها. فريق مولوديه وهران نقارعوا لي زاكسيونير، دي زاكسيونير راحوا ما جاوش، والفريق داروا الانتدابات تاعها، بدات التحضيرات تاعها، ولكن الفريق المحروم من الانتدابات. جوستومون فوالا غادي نتكلموا عليها. جوستومون فوالا اش قال الشيخ ولا عمر ولا رشيد، هذه نتائج كان عندها مقدمه باش وصلنا لهذا التراكمات. تراكمات فوالا، سي توت ان سي توت اون استراتيجي اللي كانت اون ديفايونس توتال سور تو لي بلون. انا نقول غير المقابله الاخيره، المقابله الاخيره اللي كنا قاعد ننتظروا كشعب، كاختصاصيين، كلاعبين قدماء. فريمون كنا نقارعوا كما قلت لو ديكليك هذا اللي كان اللي تي تري امبورطون ابري لي ريكرو اللي داروهم، الحضور الجماهيري اللي كان اون ساتوندي با. كل الظروف كانت مهيئه باش الظروف كانت مهيئه. ما نكذبش عليك، انا من هذا المنبر انا واحد من الناس، اعوذ بالله من قولت، انا كنت حاضر، رحت للملعب، قلت لك فؤاد انا حضرت الملعب، حضرت تما، شفت الجو اللي كان تما في لي زالونتور تاع الملعب، حضور جماهيري قوي قياسي هذا الموسم، قياسي. انا جافي لا شير دو بول، كنت متمني انطلاقه تاع فريق مولوديه وهران، وكان كاين اون فيكتوار. ما تنساش باللي غادي تخلي فريقين موراك اللي كانوا تما تهضروك، راك لافون ديرني. لو كان درنا اون فيكتوار تنجم تخلي دو زيكيب موراك ولا تروا زيكيب، باسكو سيتو الشامبيون تاعنا. تربح ماتش زوج راك في الوسط، تخسر وهو تعادل بطعم الهزيمه. يعطيك الصحه مزري. نعود معك سي عمر بكل صراحه، انت لاعب سابق لفريق مولوديه وهران، كمدرب سابق كذلك، هل سبق لك وان عشت مرحله كما هذه، مرحله معقده، مرحله صعبه، فريق مهدد بالسقوط، 10 نقاط فقط من اصل 42 نقطه، يعني سابقه في تاريخ النادي، والامور بكل صراحه اليوم لا تبشر بالخير، ولازم تكاتف جميع الجهود، هل سبق لك وان عشت مرحله كما هذه؟ احنا نتمنوا الخير ان شاء الله. نتمنوا الخير ان شاء الله. لان رانا نتكلموا بزاف على السلبيات. احنا ثاني اون دوا ادريسي دي ميساج دو انكوراجمون بور لو جروب بور لو جوار. تفاؤل كذلك، لازم تفائلوا باسكو دروك الناس قاعد تتكلم، تشوف الشارع دروك الوهراني حتى في الصفحات تاع الفيسبوك يقول بلي الفريق سيسقط. ما سقطش، لان عشنا مرحله حسابيا مازال ما سقطش، كملنا مرحله الذهاب 9 نقاط، والفريق قعد في القسم الاول، وبتضافر مجهودات الجميع الكل ساهم في لو سوفتاج دو ليكيب على ليبوك. دونك الان رانا في هذه الوضعيه. احنا رانا توجور احنا الجزائري يتكلم على الفاشل، لماذا لما نقولوش باللي الفريق قادر يلحق للنتائج الاخر؟ لكن باش تخرج من هذه المنطقه الخطيره يفو اونشيني لونشينمون دو ريزولتا بوزيتيف. فو با غاني ابري دو دروا دي فات نو، فو ايسيي داتر. التركيز لازم يكون عالي. احنا قلنا دروك الطاقم الفني الدور تاعه راه باين من ناحيه بسيكولوجيه راه تكلمنا، لكن كيفاش كومو ترونسميت لو ميساج لهذا الجوار؟ نظن باللي الظروف كلها مهيئه، دونك يفو سافوار لو ترونسميت لو ميساج حتى ربما لا فري فالور دو كلوب، باسكو يا دي جوار كي كونيس با لا فالور هاد الكلوب. دوماج لو كلوب دي ام سي ا بيردي سون ايدونتيتي. انا نقولها الهويه تاع الفريق ضاعت بارابور لي زاني بريسيدون. لماذا؟ لانه كانت دي سكسيسيون ديرور
كومي بار دي جون منا من وهران، باسكو حنا نتكلموا توجور نحصلوا في ناس. الاضرار اللي صارت في مولات وهران سببها الناس اللي على الانتيريور، سي با ليكستيريور، فو با سو ترومبي. دونك باش نولوا للفريق حاليا عندنا مقابله هامه تنتظر فينا يوم السبت، من ناحيه بسيكولوجيه نتكلموا، لازم حتى ثاني الصفحات اللي راهم كاينين يساندوا الفريق، مي فو با لي فير لو نيجاتيف، لان دروك حتى المدرب لما يتكلم مع اللاعبين واللاعبين كاع عندهم التواصل الاجتماعي كاع يطلعوا عليه، كل المدربين كل المسيرين كذا، صافي مال كون تو فوا دي جون تنسولتي ولا يتوشوا لك كيما قلتو يدخلوا لك حتى في العائله تاعك. فو ليسي ليكيب ترونكيل، سي لو مومون دو ليسي ليكيب ترونكيل. المسانده الجمهور انا شفناه كما قال صادق المقابله الاخيره انا شفتها ضد اولمبي شلف، المؤشرات كانت مليحه اون بريمي ميتون سيرتو ماركينا في لافان تاع الاخر تما، لكن العوده في الشوط الثاني كانت امور اخرى شوز كي اري في الفوتبول، لان احنا علمونا في كره القدم علمونا المنافسه. المنافسه سي كوا؟ سافوار جيري لا فيكتوار، سافوار جيري لا ديفات، ماشي من تربح انت تو مش عارف شكون، من تخسر نو او كونترير، من تخسر يفو سافوار ريبوندير باش توصل للنتيجه اللي راك متمنيها. الان الفريق محتاج للمسانده من طرف الجميع. بالنسبه لك عمر بكل صراحه، المشكل التقني، مشكل نفسي، مشكل بسيكولوجي، مشكل في كيفيه توظيف اللاعبين، مشكل في المستوى الحقيقي. شوف المشكل كما قال صادق كان في الانطلاقه. الانطلاقه ماشي في الانتدابات، او كونترير اون بوفي با ريكروتي. لا سوسيتي من جات ما كانتش قادره تجيب لاعبين. سيتي ان كيسيون طون، لي ديت في لا فيفا، لا سي ار ال، بوكو دو شوز. ما لقاوش الوقت الكافي. دوك الغلطه تاع من؟ الغلطه تاع المقبل. كيما قلت لك سي دي سكسيسيون ديرور نداروا من سنوات وسنوات، موليت وهران مش تعاني الا من اليوم. لان كنا نتكلموا على النتائج ولا الفريق، الفريق راه يتخبط في النتائج في المراتب الاخيره في 10 سنوات 20 سنه ولا. رانا توجور نفرحوا من الفريق ما يسقطش، الفرحه راهي اكثر من اللي تدي شامبيونا. علاش؟ زرعوا لنا هذه في رصاننا، الوغ كو موليت وهران حنا مي كنا نلعبوا فيها الحمد لله ولا الشيخ تاعنا عاش معنا اجواء تاع فرحه، حنا كان يغرسوا فينا امور اللي تخليك تو سيرباس. حنا اون شيرش في باك، ما كناش نحوسوا على الشهره ولا على المال ولا. حنا لما الفريق يفوز هذيك هي الفرحه تاعنا، لما نخرجوا في الشارع في وهران ونتمشوا راسنا مرفوع الدنيا وما فيها. دونك اون دوا انكوكي سا، خاطش غادي نتكلموا على لا فورماسيون رايحين نتكلموا على التكوين. اون كي سا انو جون ما عندهمش. يعطيك الصحة عمر، رايحين نتكلموا على التكوين سي رشيد، ولكن باردون جالي دي عمر سكيل دي فري دون ان كادر تيوريك اطار افتراضي ولا من ناحية نظرية الى ريزون 100% بصح في الجانب التطبيقي سي لو بلون امبيريك شكون يدير هاد الامور؟ ديرهم الادارة. اور الادارة باش ما يقولكش راه اون بريس هاد الاداره كما قال عمر اون سوتي هاد لو كلوب وباذن الله لمسيو تربح في الثوره وتجيب واتسو فالفونشين لو كلوب فونشين افيك دوزيام فيكوار وتقلع، ولكن كاين امور عمر شخص الداء اللي كاع الناس ثاني قالوا بريسك با افيك لا ميم نفس الطريقه اكسبرتيز مي من الاداره بور انكولكي لهاد لي جوار لا فالور دان كلوب ولا ليستوار دان كلوب ودان باتريموان. الى قتاني هضرناها من قبل على اكي دواف سيدونتيفي شكون دير انت في النادي من يدخل الجوار يشوف ناس اللي يعرف بلي هادو يمثلوا نادي مولات وهران ما داروش. اون بليس دو سا باش بور كريي اون ديناميك تاني لو شوا دي زوم وانا ش بيرسيست ادير بلي لو شوا دو لونترينور سايتي تاني اون ايرور دو كاستينغ مين تاني جوار تجيب لهم ان اونترينور كي ريبيوتي اون كيمي سبيسياليست دي زوبيراسيون ماتيان صديق تقول لهاد ليكيب بلي نتوما مولات ما با كاباب تو سول de hisser le club vers le haut. Ça veut dire que tu vas te faire faire le maintien. Ça, c'est un signal négatif. Autre chose, je vais vous dire que vous avez dit 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 que وعلى بالك باللي الحركه في هنري غير عاديه، كان يهضر عمر مقبيله على اسمح لي رشيد كيما داروا اتحاد العاصمه مع الفريق تاعهم لما لما خسروا خساره هذه دارتها امس يوم قبل وتوعنا راحوا لي سيبورتير او دي سون تاع تاع لي سيبورتير مي افون الا تكون يقول لك غوفرني سي بريفوار انت عندك ماتش تري امبورتون
وكما كان يقول عمر باش ما ننساش فكره اون بارونتيز مين قال لك لا برومي طون لا تري بيان جيري اون موني 1-0 لو كان تشوف لومبيونس بين 0-0 1-0 زابانا يفيبري وحده زابانا يرعد من الفرحه هذه فال بريفور افون عندك تا ماتش امبورطون اوفر لي زونتالمون للبوبليك يجي الشعب كما كنا نروحوا حنا صغار نتفرجوا على المونديال فونتالمون لي زونتالمون اوفر مين يجي الشعب يجي الحد ويجي الاثنين ويجي ثلاثه ويجي الاربعه راه يحفز هذوك اللاعبين راه ديجا لي جوار يشوف لي بوبليك لو سوتيان تكون سيمبيوز بين لو بوبليك ولي جوار يجوا للستاد ديجا هايبر موتيفي قال لك اودي ني فو با فوار كو لو نيجاتيف اي فو فوار لو بوزيتيف اوسي عندها الحق وقال تكلم على دي زيرور صح آه كل انسان هذه ماشي دي زيرور بين قوسين دي كاتاستروف سامحني شوف هذه ليست كل طبع. انسان من اللي خلق ربي يفي دي زيرور ياك ماشي والله اللي ما يغلطش هادو سو نسون با دي زيرور هادي سي اون موفيز جيستيون اليوم دراهم راهم بزاف منين نسمعوا بلعابي فلوس 800 مليون ولا مليار ولا يعني الوقت هذا هو رجع هكا لو كان هذه 200 مليار يعني راحت في ألقاب في فريق كبير في يا سيدي معليش كيما بعض الفرق باش انا غران كلوب سي ان كلوب كي عنده لارجون ما عندكش دراهم ما تنجمش بس عاملين يكون عندك دراهم وجاب ربي الخير باسكو انا يعني راه فينا الدين تاع 200 مليار اللي عنده 200 مليار يخدم بها 10 سنين وفي في في النيفو لو بلو هو سا فو دير كو سو ني با اون ايرور سي اون موفيز جيستيون وفي بلادنا اليوم في الوقت اللي احنا فيه يعني لا موفيز جيستيون يعني الانسان يخلص عليها وولادنا تربوا في وسطنا كيما احنا ثاني تربينا معاهم يعني يعني قلتها الخطره اللي فاتت ان كلوب دو فوتبول بمعنى الكلمه واللي عنده 200 مليار باش يقيسها يعني اي دوفيان اون سوسيتي سي اون سوسيتي اللي تبيع لو سبيكتاكل ياك اخويا هذا لو ريجيم بروفيسيونيل صح من المفروض صح. من المفروض من القيمه تاع الفرقه سي لو ام سي او لو ام سي او قلت هذاك النهار روسي ريبريزونت لوراني ياك اخويا ما نلعبوش بهذوك الالوان ربما الجزائر بلا عمر قال لهم اللاعبين هذوك لازم لهم يعرفوا القيمه تاع 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 التريكو هذاك تاع القميص ياك شكون يوريهم هذا اللاعبين اللي جاي من الهند ولا مش عارف من جاي سي لو ديريجون سي لونترينور سي وهذا كاع يعني نعاود نرجع للبروبليم تاعنا ان كلوب كي مرض بسيكولوجيك يعطيك الصحه محمد سي مازري بكل صراحة الفريق عبثوا فيه الإدارة السابقة المسيرين السابقين الفريق كان يصارع من أجل البقاء منذ تقريبا 20 سنة مدن ألقاب منذ تقريبا 30 سنة ديون متراكمة تسير أعرج تسير كاريتي شو أنا غادي من الحصة السابقة الشيخ قال واحد كلمة عجبتني بزاف باسكو في الغرب على بالك تجي ما تموشن بالك ما تلمسها في فرق كبيره غادي نروحوا وداد تلمسان تموشن نروحوا الغالي معسكر اتحاد العباس سريع غيديزان هادو فرق اللي عندهم ليستوار تاعهم شو ولا فريق كيما قال لك الشيخ في الحصه السابقه قال لك هذا فريق يل ريبريزونت لوراني صافي دير المنطقه الغربيه فوالا ونعاود نولي توجور جو باس انا توجور نهضر على ابناء الفريق انت قلت ديون وقلت انتدابات ومننا وشكون السبب وكاع انا غادي نقول لك حاجه شوف انا هذا الميساج نقول له منا نقول له هذا لو دي جي تاع اي بروك ولا معاه ولا باسكو هذا الدي جي تاع اي بروك ماشي بروبليم كيما جابو يعاودوا ينحوه نورمال سي با زان بروبليم انا نقول لك فريق في العالم كاع الفرق الكبرى حنا نشوفو نتفرجوا البايرن دو ميونيك ولا نتفرجوا توتنهام ولا توجو نشوفوا لاعبين يديروا لنا يروحوا لا تريبين اوفيسيال ولا توجو نشوفوا لاعبين سابقين تاع هذه الخطره الدنيه في كاس افريقيا شفنا لاعبين سابقين في لا تريبين يناصروا الفرق تاعهم انا نقول لك هذا الفريق تاع مولوديه وعرض كون ما يكونش قلعوا له الهويه تاعه هذه من الاسباب الرئيسيه قلعوا له الهويه تاعه اللي هو شوالا اللي هو اللاعبين القدامى كما قال عمر شيخ اللاعبين هادو بعض اللاعبين وحنا ما نلوموش لاعبين باسكو هادو لاعبين انتدبوهم جابوهم يخلصوهم سي حقهم ما نقولوش على هدا ولا ما داش ولا كاين بعض اللاعبين ما على بالهمش باللي يبورت ان مايو دون ايكيب شارجي دي سوار هاد الفريق شارجي دي سوار باحتراماتنا كاع الفرق الاخرى اللي ذكرتهم لي غالي معسكر سريع غليزان اتحاد بالعباس الو الانتدابات غير مدروسه بون سي فري الانتدابات تاع الميركاتو كما قال عمر كانت انتدابات زعما تلامس بها بصح
دينا نظره في الفريق في المقابله تاع شلف. كاين بعض اللاعبين سمح لي فريق كبير عليهم بزاف، ما عندهمش مكانه في الفريق، ما عندهمش مكانه في الفريق، والفريق هذا ثقيل ثقيل. الوغ كو توجو نقولوا لام اللي ذكرها الخضره في الحصه السابقه رشيد، الهويه تاع الفريق، الهويه تاع الفريق اللي يكون داريير ليكيب، اللي يكونوا لاعبين قدامى في المستوى ولا باس بهم. كاين في مدينه وهران تشوف كاين بزاف لاعبين قدامى اللي يغيروا على هذا الفريق ويبكوا، راهم يبكوا على الفريق، راهم يبكوا على الفريق. تجي تشوف تاع عمر بالعطوي ولا شريف الوزاني ولا بابي ولا سباح بن يعقوب، اقسم بالله كنت تقسي عمر ولا تقسي بن يعقوب ولا الطاهر ولا بابي ولا كاين بزاف لاعبين قدامى، والله لا راهم مضرارين، راهم مضرارين على هذا الفريق. لا سيتياسيون رانا واصلين سيتون غروند ولايه، هذه الولايه هذه شكون الباتريمون تاعها؟ سي كوا؟ سي فريق مولوديه وهران، في بارتي باتريمون تاع مولوديه تاع هذا من بين. انا توجور جنسيست على اللاعبين القدماء، الا قسم هذا الفريق فاتوا عليه رجال، فاتوا عليه شهداء اللي داروا ليستوار تاع الفريق. هذا الفريق ما يتمشاش باللاعبين القدماء تاعه، بدون لاعبين، بدون اللاعبين والله ما يتمشى، والله ما يشوف الخير. حنا نتمنوا الفريق، انا واحد من الناس هذه المقابله تاع الثوره، شباب الثوره، انا ماذا بيا تكون انطلاقه، باسكو على بالك التعثر في الثوره غادي يزيد من مشاكل ومصاعب الفريق، يزيد عقد مأمورة الفريق. شوف الشيء اللي راه يقول على لي زونسيون جوار، شوي داكور هذيك، مي حنا لي زونسيون جوار اوني ديفيزي كوم لي سيبورتير سون ديفيزي. تدخل الملعب تلقى واحدين يسيبورتو في اكس في ايكغيك، ثاني لي زونسيون جوار اوني ديفيزي. هذه هي سي سا لو بروبليم تاعنا، سي اوني تي اوني بالك ما راناش نوصلوا لهذ الوضعيه. احنا ما نلوموش هاد الشركه تاع ايبروك، مقبل هذه دارت مقبل، لو كان مقبل كنا اوني. نوليكم ل 2004 الماتش الفامو ماتش تاع 2003 الفامو ماتش تاع مسيو النهضه بلا باس، تماك ليكيب تقسمت وين لعبوا فريقين اي اوني توس فوتيف. انا تاني كنت فيها صادق، كان فيها كنا فيها اوني توس فوتيف، اون ا توس كومي لا ميم ايرور، غلطنا كاع في حق الفريق بلا ما عبينا، تغلب علينا القلب، ما استعملناش عقلنا كاع. نقولها كاع اللي كانوا بدون مان سيتي اللي نينو، حنا كنا انا هنا هو راه هنا نقول، الاخرين ما نقولش شكون، كي سوا لي زونترينور ولا لي ديريجون ولا، هذاك هي اسباب تاع الانقسام تاع فريق مونتوار. تماك بدات لا شوت تاع الفريق، خاطرش علاش؟ فريق منا لاعبين، رئيس منا فريق من وفريق من، والتحضيرات اندارت في بفريق واحد، غلطنا كاع. اون با سوجيري هذيك لا كريز، سيت اون كريز، لقينا روحنا في واحد الوضعيه ما عرفنا لهاش، اون با سي بالك سي لو موك ديكسبيريونس. انا كنت عاد كي جيت في التدريب لقينا روحنا في واحد الوضعيه، لو كان خرجنا من هذاك النهار، خاطش علاش؟ لو جور مام هذا كون الفريق لعب المقابله، خسروا ولا ما خسروا معليش في الميدان نخسروا، وكل الامور راهي تسير على ما يرام الان. برضو عمر غير واحد لكن التوضيح، لكن كانوا اسمح لي والله اسمح لي راشد، تفضل. المتسببين انا في هذيك الوضعيه نعرفهم شكون. احنا درناها انفولونتيرمون باسكو احنا نحبوا الفريق كيما قال لك ساده، داروها دي جون كي نو ريان افوار افيك لو ام سي او، باسكو كومو كسا سفي كو فريق منا عنده دي ليسونس وفريق منا عنده دي ليسونس. صاي فهمتني كيفاش؟ دروك لي زانستونس اللي كانوا على راس الرياضه في مدينه وهران هما سباب فريق مولت وهران الشيء اللي راه يوصل له دروك. عمر لو ما حتى نبقى في الفكره، الفريق بدون هويه اليوم، اليوم كي تشوف انت كلاعب سابق وكمدرب سابق، انت الموسم الماضي كنت مدرب في الفريق مع حد مولاي، زوج من ابناء الفريق اللي كبرتوا مع هذا الفريق، اليوم كي تشوف فريق مولوديه وهران، تشوف روحك في الفريق، تشوف الهويه تاع الفريق، تحس وكانه مولوديه وهران اليوم راه الهويه سي كوا؟ تستدير تنغرس وينتا الهويه تحمل الفريق في قلبك، لما تمضي في الفريق صاي تولي عندك هويه تاع فريق. احنا لما مضينا في السنوات الثمانينات في فريق مولاي وهران تغرست فينا هذه، عطاونا علمونا الحب تاع الفريق، باش باسكو اون ايتي دي زونفون، والولد باش يبغيك شاله تروح تشري له حبه حلوه ديه معاك الجاردة يولي يبغيك. حنا الفريق مولاي وهران كانوا عاطينا واحد الصوالح اون ايتي جون اللي ما يعطوهملكش دروك، موايا ايكيبمون لا ريستوراسيون لو ديبلاسمون، كانت عطاونا قيمه الاج دو 12 ans عطاونا قيمه، كيما تعطيش قيمه الفريق هذا دوك بسيب عليك ترد دوك. طلعنا بها افيك تاني، انا بالك جي اونتيسيبي باسكو باين نهضروا عليها، باين نتكلموا على التكلم. كانوا عندنا دي زيديكاتور في لي جون على راسهم الله يرحمه
هو ريك صباوي اللي توفى مؤخرا، الله ربي رحمه ويوسع عليه. شوف هذاك صباوي شحال من اللاعبين مروا عليه، لان لما جاء حنكوش فريق متوران ودربنا 95 96، حنكوش شيخ حنكوش كان من يجي الملعب ستاد سانت جان يلقانا ديجا دربنا وحدنا، يعني غلط شيخ، يلقى الفريق كاع تماك دربنا وحدنا، يجي هو يفي كو سون ترافاي تكنيك وطاكتيك ولا نغال شيخ، ويجي رايح يكونوا دربنا. باسكو علاش اونيتي فامي؟ علاش قلت لك اونيتي ديفيزي؟ كنا اي فامي، بنينا الفريق، ما لعبناش عده سنوات في اونسومبل بور ريان، خاطش لما انا كنا نهضر لك انا وفوسي وشريف وزاني وزروقي وقصباوي ومزيان وسباح، لعبنا ما لعبناش عام ولا عامين في رحبه. انا نعطيك زوم، انا وطاهر بالك لعبنا قريب 12 اونسومبل مع مزيان كيف شوز كيف ماهيش تسراد، خلينا من الكاتيجوري جون. هاد الشيء لازم نعاودو نقولو له، لا فورماسيون سي سا، لا فورم كومو فورمي، ما تفورميش انديفيديوال، فورمي كوليكتيفمون، فورمي كوليكتيفمون ان جروب. قال راه عنده 12 13 14 يطلعوا في رحبه، يطلعوا بنفس الخصوصيات، يطلعوا بالميم برينسيب، ماشي يطلعوا غير هكا واحد يلعب هكا. يعطيك الصحه، تفضل. عمر راه يقول شي صوالح ويعرف يقولهم بلاك احسن مني، مي هذا اللي رباه واللي عطاه يعني اللي غرس فيه حب، اللي غرس فيه وكل شيء، شكون دونك سي 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 ان بروبليم دوم. سامحوني نقول واحد الكلمه، قال لك il n'y a pas de mauvais élève, il y a des mauvais maîtres. منين يكون يعني الفوقاني الرئيس ولا المدير ولا يعني يكون في المستوى، يزرع الصوالح اللي قاعد كان يقول فيهم عمر، يربي جيل، يطلع ذا عود هذا لومبيونس. كان يقول لك منين نجوا احنا فوتنا لونترمان تاعنا غير براتيكمون غير ضحك، ماشي ضحك كوميك تاع 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 والو، يعني اون فوزي باسي دي ميساج اترافير هذيك الهضره بدون ضغط. نروحوا نلعبوا فين؟ لا كوب دالجيري، الناس تضحك وتلعب وكل شيء. علاه؟ شوف والله نحكي لك على تاع ماتش تاع كونتر السي اس اي ا كونستانتين، كاردو فينال هاولا الشيخ، كنا بايتين في اوتيل سيرتا، تالمون ديك لابريسيون تاع الماتش غدوه مع السي اس اي وكاع، اون سي روتروفي 3 اور دي ماتان في الكولوار، في الكولوار تاع الاوتيل. خرج الشيخ شاكم ديرو، قلنا الشيخ قعدنا مقصرين جوسكا 4 اور دي ماتان، بور فو دير بلي فيري صانا رانا واجدين للماتش، سا فو با دير ما رقدناش منها. الغدوه دخلنا ربحنا 4-3، نلعبوا كوب، فكرنا نلعبوا كوب افريك مع دوك لي طوال فيلونت هذو، ومش عارف من كنا جايين. قالوا لي شيخ عطينا عمر يضحك، زيدنا نهار زياده، قلت لهم هذه كونديسيون تربحوا، نزيدكم يومي زياده انا با بروبليم، وراحوا ريحوا يومي زياده وربحوا. إلي افي اون كوميونيون، إلي افي مدربين، إي بي إلي افي اللاعبين اللي هما لوكوموتيف كما قلتوا بلا، وكان رئيس ما سبحان الله. تكلم على قاسم بلي ما سبحان الله، رئيس اللي كان بهاد ولادنا الصغار هذو، كان من قال له دي ساعة يطلع زروقي، ساعة يطلع بن زرقا، ساعة يطلع قايد، ساعة يطلع وبود لاني يقولوا ثاني هما كادر. سي سا لانتيري دو كلوب. وكان حاجة يا خوتي تريز امبورتون، يعني ما نجم نعطيك مثال. تفضل. يعني تقبض كرة من يعني من جور للجور، وتدريب لي عباد الله وتساوي وتطيح وتنوض وتضربوك وكل شيء، وصل عند الجول هتام ما يبقى فيك حتى حاجة. الجول هذا كيطيح منها تضرب الكرة تقيسها برا، تموت أنت ثاني مع ذاك الجارديان. نفس سامحني، نفس التعب ونفس العذاب ونفس الضرب وكل شيء، من يجي عند الجول هتا ويحطها لداخل يدير 100 متر ويروح عند الشعب ويدير له هاك. علاه؟ خاطر كان في ظروف وخد اخرى ماشي كما الاولى. يعطيك الصحة محمد. سي بازي سور كوا باش دار هذه وحده. ولكن ربما رشيد هذا الموجود في السوق اليوم. موجود في السوق عرجي. لا جابوا عرجي باردون سي عمر. رشيد نقدر نجاوب بالك سي بوان تكنيك على حميده ولا على عرجي ولا على كسمو لاكسيان. كرو وسيت البونافير راني معاك. باكو ولا عرجي. سي دي جوار كي هوند لابون. بارابور سكونا. بارابور اسكونا انا هذا حميده جو لو كوني بيرسونيلمون باسكو لعبت كونتر عليه في مقرا، سي تاع ناريير غوش اللي كنت نشوف فيه عنده. عندنا انترناسيونال او 19 في ليكيب اللي هو تميمي. واه خليني نقول لك، تميمي تبريسي
Il a raté. Là, Tamimi, il s'est blessé. Il a raté plusieurs matchs. D'accord. Tamimi, excuse-moi Omar, Tamimi il a raté. Il est apte à jouer. Ou j'ai voulu un joueur qui a 32 ans. دوك انت تي بلوك شوف رشيد ما نهضروش على لاج باسكو انا ما نامنش به 20 طون 30 طون راه عندنا دي زيكزون وكان ميساج تو اونفوا لي جون دو كلوب تاعك لا بغانا في بيريود كروسيال لي جون نو كاسين بوزي باش بالخدمه يا با اوتر شوز كون لور دون لور شونس ثاني لا شونس تجي لا شونس تجي انا كبير تكلمت على كسباوي بون مور كسباوي شكون جا عبد الله مشري احنا لعبنا 16 اون دمي ولا 17 اون ولا ماشي غير بارازار بيان سور باسكو كانوا يتفرجوا فينا في الكاتيجوري جون ها داكور احنا ثاني لعبوا دي جون جوناج كنا نهضروا على بليلي ولا على بليجر هشام شريف عواج هادو شحال كان عندهم من لعب يلعبوا سينيور لعبتهم طلعتهم تاعهم لعبوا سينيور بيان سور عطيناهم لا شونس من بعد ثاني ميم اللي فاتوا مورايا دونك لو بروبليم راه في لو جوار يدوا سيمبوزي يبدلوا العقليه. صالح الجوار كي رامني الجوار. الجوار دوك جا عطاوه صالح اللي ما يحلمش به جو بال دون فاسون جينيرال. باغي غير سقسيك رشيد. لا سيتياسيون اللي في المولوديه. نعم. كيفاش هاد الجوار جاو؟ كون ماشي لو ام سي او ما يجوش. صحيح في الماتيير افير انا شو الميساج كو جو باسي. يا ماتيير افير ميو. كاين يا ماتيير افير ميو. كانوا قادرين يديروا اسكو اسكو راشي. جو سي معاك 100% رشيد. باكو 100%. عرجي عرجي لي طون سور بوا شفناه نهار لا سي سامورفولوجي لا سي سامورفولوجي صالح بيرسونيلمون انا بيرسونيلمون جو لي با رامي صالح شوف اون بالك سي بلون هنا سي بلون كنا نهضروا على جوال اون افي با لو شو يعني ممكن يعطيك الصحة كيستيون دو طون إل فالي رونفورسي ليكيب يعطيك الصحة عمر كيستيون دو طون كيستيون كذلك تاع الفريق كان محروم من الانتدابات رشيد نبقى معك في هذه النقطة بما في خمس دقائق باش يكمل الجزء الأول تاع البرنامج بكل صراحة من المتسبب حقيقي في الوضعية الحالية تاع فريق مولودية وهران عمر بن عطوي قال لك اليوم رناش نشوفوا رواحنا في الفريق فريق مولودية وهران باش ربما تمثله لازم تحملها في قلبك من المتسبب الحقيقي الادارات السابقه بعض المناجرة أكيد. بعض ربما حتى اللاعبين الدوليين السابقين ولا اللاعبين تاع الفريق السابقين اللي مشاركين بطريقه مباشره او غير مباشره في هذه النكسه اليوم من المتسبب الحقيقي اليوم ما راناش في ليزاني 60 ولا 70 الدراهم يتمدوا في لي زونفلوب لارجون درو كاين تراسابيليتي كاين تراسابيليتي خرجوا من البنكة، خرجوا من ليكونت، خرجوا من الولاية، راحوا. متسبب الأول، دوك نقدروا نعرفوا. شاك بيريود، البريزيدون تسبب فيه شحال. البريزيدون اللي فاتوا قبل ما تجي إيبروك، باسكو المسبب الرئيسي سي الإدارة السابقة، رؤساء السابقين. معلوم أن هما باسكو هما اللي في الحقبة تاع اللي هادو يتراكبت. مي هاد الرؤساء تاني متسبين. لأنهم تاني داروا ثقة في ناس اللي ما عندهم أوكان سكريبول، ما عندهم لا حب المدينة. لا حب الفريق لا معرفه في كره القدم شكون هاد الناس صح شكون هاد الناس هاد الناس نسمينا كان انا لا بيدون داك الاسم صح اما راجل سوا ديزون مراجل باسكو مراجل نعاود نقولها مراجل سي اون اليت نورمالمون في بارتي دي اليت الوغ لا سي با الكا مراجل تكون عندها ديونتولوجي تكون عندها نيفو انتيليكتوال تكون عندها ريسبي دي ليتيك سبورتيف الوغ لي جاب لي تروا افريكا سو سامبلون دو مانجر اللي جاب لي تروا افريكا ديجا الاولى بونافونتور شاكا تاع البوروندي هضرنا عليه الحصه اللي فاتت ما جاش مام بالجزائر الى بري بريسك 6 مليار مي نقول بريسك 6 مليار الي كلير كو المانجر اللي جاب عندها بورسونتاج وراح داهم اون اسباني يعطيك الصحة رشيد ربما مباشرة سؤال عمر بن عطوي بكل صراحة أنت كنت من المدربين كذلك اللي ربما نزلت بكل صراحة باش الشعب الجزائري يعرف والمناصرين تاع مولودية يعرفوا هذه اللي كنا نتكلموا عليها ليدونتيتي تاع الفريق حب الفريق عمر بن عطوي هناك معلومات بأنك نزلت على جانب كبير من مستحقاتك المالية لفريق مولودية وهران أموال كبيرة كنت سالها ولكن تنازلت حبا للفريق بكل صراحة وهي الخرجة التي استحسنها الأنصار وأصبحت من كما نقول احنا من الناس ولاو يحبوك على جال هاد ولو أن ربما عندك خصال كثيرة يحبوك عليها الأنصار تاع فريق مولودية وهران كي تسمع دي صوم كيما هادو بكل صراحة 6 ملايير سنتيم لاعب ما جاش حتى للجزائر 4 ملايير سنتيم لاعب أفارقة داوها كمستحقات مالية شوف واه داروا زادوهم في الرواتب حتى في العقود تشوف لاعب من سنة 3 سنين 4 سنين اللي ما عندهاش المساواة باش يلعب في الفريق وكما قلت انت على انا تنازلت بلا مزية يعطيك الصحة تنازلت بلا مزية حب الفريق بلا مزية بالسيف عليا تنازلت
بالصفة عليا حب الفريق هذاك في القلب. شحال تنزلت عمر كل سنة؟ ما نجمش نقول لك. اعطيني اعطيني. لا تنازلت. ما تقولناش ما تقولناش شحال تنازلت باش لا الجمهور. تنازلت بال اون سوم امبورتونت. مليار سنتيم؟ لا ماشي مليار سنتيم. أكثر؟ لا لا. قل؟ لا. قلنا اعطينا اعطينا. لا لا ما رشيد عندك المعلومة. اسمع. رشيد عندك المعلومة. لا لا ما تقولش لا لا هذا سي بيرسونيل سي بيرسونيل. أنا تنازلت قلت لك بلا مزية. جلي في بور لو كلوب. جلي في بور لو كلوب. دونك هذا الانسان هذا الانسان اللي راكم تتكلموا عليه شكون هو المانجر هذا اللي راكم تتكلموا عليه لا يجوز نتكلموا عليه في حصه ما تهضرش عليه خاطر هذاك من العام اللي فات سي اتاكي ا مو بيرسونيل باش نقول له بيناتنا غير الوقت والايام لان لا استدير يعني نهضر شي بلون سبورتيف اي فا سو تروفي اون فاس دو موا ان جور وغادي نوري له عمر بلعطوي شي يسوى الأسباب. لان لما تتكلم يدير ان ستاتيو في الفيسبوك ويتكلم على عمر بلعطوي اللاعب القديم لاعب دولي سابق ولاعب فريق موتوران اللي دا فيها الالقاب لو دوزيام بلو تيتر في الاسبوار ما تنجمش تتكلم ما تنجمش تتكلم عليا ما غير ندير دي زيرور مش كاع سي بلون تكنيك بس ما تنجمش ثاني اللاعب الاكثر اكثر تتويجا لفريق مولوديه وران هو عمر بلعطوي بعد بعد في الوزاره شوف عمر قلت لك هاد الالقاب اللي ديناهم في فريق مولت وهران سي لو كلوب اللي عطاهم لنا ماشي حنا عطينا الكلوب حنا وني دي سيرفيتور حنا خدمنا في هذا الفريق وما يو لا شونس دو جوي او ام سي او راك فاهمني فريق مولت وهران حنا كنا نتكلموا بلا عنصريه الانتدابات لما تجيب دروك اكتيالمون اون رامان دي جوار دو دوتر ولايه سي با لا فوت او جوار بكري تاني كنا نجيبو بكري تاني كنا نجيبو من هاولا الشيخ 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 جلي الشيخ ما معسكر جا للمولودية خدم في المولودية ما نقولولكش لا انت جيت مع المولودية عباك وهران وهران صارت لاكي لي زيتازوني كاع لي راس فيها وهران فيها كاع لي راس وهران سيتي فيل اكويونت لي يجي يرتاح فيها يلقى روحه يخدم سيرتو لا اجتهد وهران تجي تخدم تجتهد انا نعقل الشيخ حنكوش نهار اللي جا لا بريمير سيونس تاعه عبالك شفنا فيه شفنا فيه الفاتح خير اون افي اون لوي باسكو نعرفوه ديجا نعرفوا بلي سيت اونسيان جوار لعب في بوردو بروفيسيونيل وين الناس وين كانت سي با نيمبورت كي دوك لقينا روحنا حنا كان عندنا ان ستاتيو تاع انترناسيونال لقينا روحنا معاه لا لعب في بوردو ديتا بلاتينيه شوف امبوسيبل نكونوا فوقه حنا دروك دي جوار تلقى لي جوار يقدروا يكونوا فوق لونترينور الو كو لونترينور سي نيميرو 1 في ان كلوب عنده الصلاحيات كل شيء لونترينور سي لوي كي في تو دروك رانا نقرو غادي بروشالمون ندخلوا في الكاف برو كاف برو علاه دير الكاف برو باش تولي انت دير الانتدابات انت دير لي بروغرام انت دير لي ستاج ماناجر لونغليز فوالا ما يجيش ان ماناجر اون تو غيمي ها كلونديستا يوري لك انت اش تعرف دير في البوله يعطيك الصحة عمر رايحين نعودوا في دقيقة سي محمد في دقيقة عمر كان مازلت مدرب هو لعب تيتيرار على الهضرة تيتيرار على حركة حتى واحد هذا واحد يعطيك الصحة في دقيقة سامحني الوقت الجزء الأول أنت في دقيقة من فضلك نروحوا للتكوين من سمع أنه هذو اللي صوموا كل شيء نخلع أنا كنت نخرج 20 مليون في مولودية وهران 20 مليون سنتيم واه وديت ألقاب واه يعني وقانعين والحمد لله وكل شيء. الوغ نكمل هذه باش عطيتني غير دقيقه ندير لك غير دي سكوند. كاين بعض لي زيكيب يانا با بوكو. ان توكا منهم المولوديه. ماشي غير يجي يسيرها. ماشي غير يجي يدربها. وماشي غير يجي يلعب فيها. يلعب فيها صح. يعطيك الصحة ما زري في دقيقة. اسمح لي واه اسمح لي فؤاد انا غادي نولي غير بون توسكي هوية تاع الفريق وكاع انا غادي نقول لك غير في عجالة انا لعبت ديجا في لي كاتيجوري جان. احنا لعبنا في مولودية طفطهرة كان عندنا الشرف كما قال لك تقمصنا هذا القميص انا لعبت عند لي زونسيان جوار لعبت عند شرقي عند قشرة عند بارودي عند شعيب الهواري عند سبع البشير امور من نزيد من نزيد نطلع شان نلقى نلقى ولاد الفريق نلقى عمر بلعطوي نلقى شريف الوزاني نلقى زروقي قصباوي خريف واش نزيد نلقى ماشي رانا نجاملوا في بعضنا الشيخ اللي عنده سمعه كبيره انا حنكوش كنت نشوفه حتى لقيت الشيخ المدرب تاعي حنكوش الور بالسير كيما قال لك عمر هذا مدرب فوق الجميع اللي نحترمه وراني مع اولاد الفريق يعطيك الصحه صديق مازري نتمنى ان شاء الله رساله تكون وصلت كان هذا الجزء مخصص لديون فريق مولودية وهران والذي ادخل المفاريق في متاهات لا يحسد عليها في جزء ثاني من البرنامج سنتحدث عن التكوين وعن هذا الفريق الذي كان يعتبر
خزان للمواهب الكروية الجزائرية فتحول إلى مقبرة للمواهب الكروية الجزائرية للأسف. نلتقي بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج سبور أن وان، والذي سنخصصه للتكوين في فريق مولودية وهران، هذا النادي الكبير الذي أنجب أساطير كرة القدم الجزائرية. ويكفيه شرفا أن الملعب الأولمبي الجديد الذي شيد بوهران يحمل اسم القيصر هاتفي ميلود، على غرار الكثير من اللاعبين كذلك. ربما لا يكفي الوقت لذكرهم، ولكن اليوم فريق مولودية وهران تحول بكل صراحة إلى مقبرة للمواهب الكروية في الغرب الجزائري. طبعا الحديث حول هذا الموضوع اسعد دائما باستضافه الضيوف البارزين. سي محمد حنكوش مرحبا بك مره ثانيه، سي عمر بلعطوي، سي راشيد، سي مازري. لكن خلينا نبدا معك ربما سي عمر، انت لعبت في فريق مولوديه وهران فئه الاكابر ولم تتجاوز 16 سنه ونصف، اليوم اي 23 اي 21 اي 20 اي 19 يقول لك مازال صغار. بكل صراحه اليوم هل فريق مولوديه وهران تحول الى مقبره المواهب الكرويه؟ C'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant je trouve des jeunes joueurs dans les catégories les espoirs ou la U19 حتى هذه التسمية تاع U19 U15 U17 شوية خلطت الأمور لأن باتني كنا بكري مينيم كادي جونيور إسبوار وما كانتش من بعجات ما دروك راهم يقولوا الرديف أنا هذا الرديف مازال ما فهمتهاش كاع دونك سي اون ريفيون على لا فورماسيون في الام سي او نقول احنا اون اي لا شونس بكري اللي لقينا ديزيديكاتور على غرار هو ريكس باوي الله يرحمه تكلمت عليه ما نسوش ثاني علي مبارك اللي كان ثاني الله يرحمه كان ثاني مدرب تاع الاشبال كان مهدي الله يرحمه هو كان مع لي بنجامان مختار شرقي يافي الاحمر تاع السينيا ثاني ما نسوش هذا ثاني كي يافي بوكو دو بيان في لي كاتيجوري جون تاع الام سي او جرادي محمد اللي جا من الاخر كان في فرنسا ومن بعد هو متخرج من مع التكوين دونك اون اي لا شونس دافوار دي زونسيان جوار اللي كانوا اونكادرينا زيد على ذلك لما كنا نلعبوا المقابله تاعنا مينين كادي ولا في لي تريبين تشوف يتفرج فيك فريحه بديا الله يرحمهم هاتفي ميلو الله يرحمه هذا ما يجي غير يشجعك وما يزيدك غير حب للفريق دونك اون امري بيان فوار سا ما نكذبش عليك انا الحمد لله اعوذ بالله من قول انا نتبع ونتفرج لي كاتيجوري جون من يكون عندي الوقت نروح نتفرجهم العام اللي فات شفت با مون دو ماتش تاع لي كاتيجوري والله العظيم يا كاين مواهب اي فو سافوا لي زيكسبلوا ولكن المصير تاع هاد المواهب سي عمر اي المصير تاعهم راه غادي نقول لك وين راه كاين واحد الافا دو بارون كيما نقولوا حنا نقولوها بكل صراحه حنا سافي با دير باللي بويا انا ما كانش يتبعني بصح انا بويا يخليني نروح وحدي نوضر نمو نجي وحدي اللي نكبر ونتعلم باش تولي عندي اون بيرسوناليتي ما نوليش جو ديبون با دو مون بير مون بير سي المرافقه في الدار الاكل النوم هاد الصوالح هذا الاب بصح في الميدان سي المدرب خلي المدرب يدير العمل تاعه مع الابن تاعك وتشوف لو ريزولتا بصح لما الاب الابن يلعب وراه يدير هاك يحوس على بوه في التريبين الا ما لعبش بوه يجي اذا انترفيا مع لونترينور علاه ما لعبتش نو يفو ليسي لو جون الجون هذا يفو لو ليسي يكبر وحده يتعلم وحده ربما لا اسمح لي عمر ربما هنا نوقفك انت تكلمت على اللاعب لما يندمج في فريق مولودية وهران ولا لما يدخل فريق مولودية وهران ولكن تكلموا على اللاعب اللي عنده موهبه وما يقدرش يدخل فريق مولودية وهران بسبب لي بارون ثاني اليوم اصبح جوستومون يفو ليسي لا بلاص لهذا المواهب يعطيك الصحه بصح كيفاش يفو لي زونترينور كي سون تو بلاص اللي يكونوا اونيت جاسبر نكون غلط نتمنى نكون غلط لكن كاين بعض الناس تتكلم الاشاعات احنا ما راناش هنا على بالك انتم صحافه ولا احنا ك اونسيان جوار لما نقولوا الكلمه اللي تكون صحيحه ولا نصمتوا دونك احنا اون با كيما يقول لك لي بروف تاع صح يقول لك باللي دي زونترينير يدوا الدراهم على لي بارون من فورا من لي بروف هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين دونك انا جو بو با كيما يقول لك نتهم ان اونسيان جوار اللي راه اونترينور اكتيرمون يدي دراهم ما تدخليش في راسي جو لو بونس با بالك كاين دي جون ديريير يطلقوا فيهم هذه الشائعات والله اعلم انت تعتبرها شائعات سي عمر وانا نوجه السؤال انت ربما عندك حق التحفظ ولا كان راح سؤال على سي رشيد اللي ربما ما عندهاش حق التحفظ رشيد بكل صراحه انت العارف بشؤون فريق مولوديه وهران وهذا النادي العريق وتعرف العديد من الاسرار والخبايا فيما يخص سياسه التكوين بكل صراحه
وبمباشرة، هل هو إفلاس تام لسياسات سابقة انتهجها القائمون على هذا الفريق من رؤساء ومناجر كذلك، أم أن الأمر متعلق بأشياء أخرى؟ بكل صراحة اليوم بعض اللاعبين السابقين يقولوها بكل كلام مباشر، باش تدخل تلعب فريق مولودية وهران على غرار الكثير من الأندية الجزائرية اليوم، ولكن بما أنك تعرف شؤون فريق مولودية وهران لازم تمر على سؤال بسيط واضح، ولكن هذا السؤال ربما عنده خلفيات. بوك واش يخدم اليوم؟ هل هذا الأمر صحيح بكل صراحة؟ يعني هذه الكلمة في حد ذاتها ولا هذا السؤال يقضي على أحلام الكثير من المواهب كذلك؟ هذه الأخ فؤاد هذه سايكزيست بريسك بارتو لنا قلنا على الفوتبول ناسيونال بريسك بارتو لي كلوب إلا كان 25 ليسانس 15 ولا 10 بلوتو 20 كانت 20 22 يروحوا الموهب يسحقوها وتروا كات يروحوا سكون ابل الحشايم ولد ريسبونساب تاع في الاداره ولد كاش مسؤول اللي عنده نفوذ اللي يقدر يعاون ليكيب ان سبونسور كانت كاينه بورسونتاج من بكري كاين هذه صات وجوري هذا امر طبيعي كوبيناج ماشي امر طبيعي جو دي با جو ليغاليز با ما يضرش امر طبيعي بصح من بكري كاين اور في دانزاني ولاو هاد الحشايم اكثر من دوت ثلاثه ولاو سير 25 ليسونس تلقى 15 غير تاع المعارف هادي ضر كومام وانا سكين في مال قبل ما نولي لهادي سكين في مال انا في الام سي او سي باغي هادي انا اللي ضرني اكثر ان لو ام سي او دابري سكو جي ريماركي وكيما راه يقول بور بارافرازي سي عمر جيسبر كو راني غلط ولو اني ماني غلط اون ديمي لو ام سي او نا جامي ريسبكتي سي لي جون نا جامي ريسبكتي سي زونسيان غلوار كوم ان سي جامي سوسي سي جون بيبيت بالمواهب تاعها اغلب اللاعبين اللي صنعوا تاريخ هذا النادي خرجوا من باب الضيق نقدر نسميهم لك بالواحد اعطيني اسمه على سبيل الدروسي بفريحه الله يرحمه ابليطو بالكدروسي ربي يشفيه لي زونسيان نهضر لك اللي نعرفهم مليح كي عمر بالعطوي كي صادق مزري كي طاهر شبوزاني كي زوبر واسطي كي سيد احمد زروقي كي رضوان بالزرقاء كي مراد مزيان كجوار هادو كاع مام الخضر باللومي هادو كاع ما خرجوش من الباب اللي يسحقوا على حسب ما مدوا ليكيب بور كان كلوب اي ان بريزون اي ان افنير الى يكون عنده ديجا ان باسي صحيح الوغ هذه من جهه عمرها المولديه ما قيم وقدر الناس اللي صنعت تاريخها ومن جهه اخرى عمرها مولديه وهران مين نقول مولديه وهران الفاعلين فيها لي ديريجون اغلب لي ديريجون ما قدروا المواهب اللي تخرج نقدروا نعطي غير في لي فان دانيا زاني باسكو المواهب اون توجور اكزيستي اورو مين يوصل سينيور شكون يقوم به باسكو يا دو 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 ريال طالون دي جوار كي اوري بي فير اون اكسيلونت كارير ودفنهم اي يطلع سينيور يلعب ماتش زوج ثلاثه بعد ينطحن علاش تك صح رشيد تقول دفنهم انا نطرح سؤال على السي محمد حنكوش تك مدرب ومربي سابق مكتشف المواهب خاصه تكتشفت العديد من المواهب في كره القدم الجزائريه ما الذي تغير في هذا الفريق العريق نادي مولوديه وهران الذي انجب الاساطير يكفي ذكرا ربما هاتفي ميلود اللي سمي عليها ملعب الاولمبي واللي يسمى قيصر كذلك ولكن اليوم ما نشوفوا هذه المواهب تبرز في فريق مولوديه وهران بل بالعكس الفريق اصبح يستنجد بلاعبين من نوادي اخرى ربما لم تكن موجوده من الاساس اليوم مولوديه وهران يجي من هاك وهاك من نوادي تلعب حتى في ربما في الاقسام السفلى وهذه ما كناش نشوفوها سابقا فيما يخص مولوديه وهران اي لاعب ولا اي يعني ان طالون كما يقول الاخر يتمنى يلعب في مولوديه وهران يعني سيتي لو كلوب فار دو لا ريجيون صح ولكن il y avait des gens autour لي منين يشوفوا كما قال خويا اون بيبيت يروحوا يجيبوه قال لك تعال مشارك خاطرش ما من اللاعبين يقول لك اولي مولوديه وهران كبيره بزاف ارواح يجيبوا الصالح ومنين يجيبوهم il y avait كما قالوا الشاشه ثاني des éducateurs بمعنى الكلمه يعني قبلهم يعني en charge وطلعهم سولون لي كريتير اللي عندهم هما اليوم الكره ما بقاش غير يعني الدراهم ما بقاش غير الفوق اليوم كاين دي بارون اللي حبس ولده من القرايه يقول له روح تلعب البوله راه الا كان يكون مشغول في شركه ولا يجي ويدخل مع الناس ويخلص ويساوي يعني لو فوتبول ايتي ديناتوري ما بقاش الكره بمعنى الكلمه ولات افارات ولات مهنه يعني تاع بزنيس ولات يعني فيما يخص لا فورماسيون عمر جابها بوه رغم ما جابها ولا عمر 16 سنه كان في فريق الاكابر شكون جابها؟ جا
جا وحده يعني ما سيتوني. احنا تاني والله لا شانس اللي كان عبد الله مشري الله يذكره على الله يذكره بخير اللي الى بوكو دوني او كلوب وانا اقول بالك سي لونترينور لو بريتيت لو بريتيت اكزاكتومون دو شامبيون او دو كوب اكثر تتويجه في الفريق مهمش اليوم مهمش مدير هذا الناس اللي يقيدوا حقهم لان احنا نتمنى يكون تكريم لهاد الناس هادو عبد الله مشري بشرى عبد الله اللي كانوا في اللي كانوا معنا في الفلفل في الاحد الله يرحمه مهدي تشوف كي سي دي جون سامحني عمر سامحني عمر تو تي تي ان بون جوور وداك مشري الله يذكر على خير ما قالش بوك شي يخدم شوف مشري عبد الله اون جوي ماتش كادي يعني عاقل فيك دير كونتر مستغالين جا تفرج هو وقشره كمل في البارتي عيط لي قال لي روح وديك سموك قلت له عمر بالعاد قال لي هاشمي كيجيك الله يرحمه اخويا خويا قال لي الله يبارك لا سيمين دابري سيكي الله يرحمه تبليسا الى في ابل مو ماشي قال القارع ولا صاي شاف باللي قادم نلعب سينيور ولكن سي عمر ربما قبل سي محمد بكل صراحه باش نبقوا في مشري عبد الله الذي احترمه كثيرا استضفته في الكثير من الحصص اليوم راه مهمش وراه اليوم عبد الله مشري وراهم هاد الاساطير تاع كره القدم الجزائريه هو ربما رشيد قال كلمه اكثر تتويجا كمدربين هو مشري عبد الله هادو الناس نتمنى يكونوا دي زونكادرور ولكن يقدروا غير بالوقفه تاعهم سي عمر يقدروا يكون ناس لو طالون ولكن سي عمر يكون ناس لو طالون صح يقدروا يخدموا في هاد العفن اللي راه موجود اليوم ما ينجموش لا ما يقدروش لا انا عندي نوتر اونغل داتاك بالعكس على بالنا بلي هضرناها خطره فاتت مع الشيخ مين يكون هاد مين نهضروا على العفن الكروي والمحيط متعفن بصح لو كان ما يجوش الرجال اللي عندهم هيبه وعندهم اخلاق وعندهم مستوى غادي نخلوها هكا واحد كيما عبد الله مشري ربي يطول في عمره ويبارك فيه لي سي المدرب اكثر تتويج في تاريخ مدينه وهران عنده دو كوب 84 85 دو شامبيونات 92 93 ماشي مهمش ما راش كاع صح اسكو عبد الله مشري ما عندهاش بلاصته ما نقولوش حنا في الميدان كمدرب بحكم ربما الناس تحكم على السن بصح عبد الله مشري كاونكادرور ككونسي كريسبونسابل تاع اون سيري دو ريكروتمون اسكو عبد الله مشري مد بزاف لمسيو ومام دروك تقدر لمسيو تستفاد منه بزاف علاش ناس كيما هادو ناس ما تستفادش ما قلناش حنا جيبوه واعطوه بوست ودير كبروا به اسمعوا له ديره غير كونسي باردون شيخنا ما عندي بصح شكون انا لا كيسيون كو بوز ما عندي شيخنا شكون يعرف قدر عبد الله مشري في كدره هذه عطيك الصحه سي رشيد عبد الله مشري افيك تو لو ريسبي كون لوين دو كلشي مستن كولا كلشي اسكو يقبل كو يجيبوا له واحد يفرضوا عليه واحد اسكو يقبل بلي يعني ولا يقول لهم اعطوني الدراهم اسكو يقبل يجي بريزيدون يقول لهم بيعوا ماتش اسكو يقبل اتسيتيرا اتسيتيرا الكون جاي يقبلكم راه شو ماتش تكنيك صح سي بور ساكو ما ينجمش يقرب صاحب عبد الله مشري امثل الرجال اللي معانا هنا واللي كاين بزاف في وهران اللي بوا هاد ليكيب ناس نقيين عندهم مستوى يليق هاد الناس يتقدموا جات لي كونتر لا بوليتيك دو لي سيلو تيران هاد الناس سي رشيد منين يكونوا كفاح سامحني شوف سي رشيد منين يكونوا 10 تاع ناس فاسدين ويدخل معاهم واحد نقي يغلبوه خاش الكثير من الناس اليوم قاعد بزنجيش وتاع دراهم وتاع الاخر اتسيتيرا اتسيتيرا دونك يعني ما يخلوكش تقرب ماشي ما يخلوكش انت ما تنجم يعني تناسب ناس كيما هكا هذوك الانسان نقي وفوتبولور ماشي دون لو فري سونس دو سبور ليسبري سان دون لو كور سان اتسيتيرا يجي واحد يقول لك مش عارف اهرب لو كان كاع الناس الكثير من الناس في المستوى ويجي واحد يعني ماشي مليح نجمو يحاوزوه مي لا سي الكونترير صحيح الفو لوتي شيخ الا هاد الناس كما كان يقول شيخ عمرو قبيله الناس بزاف الناس اللي صنعت تاريخ هاد النادي ورام متفركتين الا يجوا ناس اللي يلموا شمل هاد الناس اللي ما قدروا يمدوا لمده وران ويلفو اوبوزيسيون يلفو اوبوزيسيون في لو سونس بوزيتيف دو تيرم بمعنى اللي يقدر يمد حاجه يعاون بها النادي يتفضل ما يخليش الميدان رشيد انا متيقن باللي سافياندرا ان شاء الله ان شاء الله سافياندرا ميم لي جون كي سون اكتويلمون يو سي كو جيهم هاد الافكار نتمنوا ماذا بينا والله باسكو كيما نقول لك لو تيرا لو مالي وكاين دي جون كي الاخر يعطيك الصحة يعطيك الصحة ربما الكل اجتمعتوا على كلمة واحدة هو ثقة للنادي فريق مولودية وهران ولكن أنا ربما مع السي صادق مطري غادي نحط ربما صبعي على الجرح بكل صراحة في وقت سابق
اللعب في فريق مولودية وهران كان حلم كل موهبة كروية وهرانية، باش نقولها صراحة. اليوم نادي بارادو أصبح حلم كل موهبة كروية، ماشي غير في وهران ولكن في الجزائر. اليوم نتكلم مع أي موهبة صغيرة ولا حتى مع دي بارو اللي قال عليهم سي عمر العطوي، يقول لك أنا وكان يعرضوا عليا مولودية وهران ولا جمعية وهران ولا نادي بارادو، أنا شجع ولدي باش يروح النادي بارادو. يعني بكل صراحة الأولياء اليوم راهم يشوفوا، ولا حتى المواهب راهم يشوفوا نادي بارادو ان موديل، على عكس اليوم فريق مولودية وهران اللي راه اليوم موديل تاع فساد. نتكلموا على ربما وقت سابق، ليس في شركة إبروك، باش ما يقولوش راكم تطيحوا على شركة، الشركة عندها ربما 6 أشهر من اللي جات، الوقت مازال ربما يخبرنا بالأمور، ولكن في وقت سابق المواهب كانت تدفن في وهران. جوستومون بارك الله فيك. بون أنا غادي نغي شوية الرول. بون الشيخ هدر وعمر ورشيد، حنا نسينا الحلقة المهمة في التكوين اللي هو لو دي تي اس. على بالك أنت موضوع هذا موضوع تري امبورتون، وهضرت على التكوين في مولودية وهران. حنايا شفنا باللي من بعد نروح لك للسؤال الثاني، غير اسمح لي غادي نقول لك حنايا بون في مولودية وهران اللي ما كانش كاين بزاف ابار في لابيريود تاع طه هاشم الوزاني اللي جاب الشيخ خلادي نحيوه بالمناسبه. اكتويلمون جابوا الشيخ بن عوده اللي هو انستركتور فاف، وراه الدي تي اس في مولودية وهران انستركتور كاف بلوتو اللي نحترموه بزاف ونبغوا ولا نكرهوه، كان في الدي تي ان وكاع. جبتها انت يا دروك هذه ايبروك، جابت هذا لو دي تي اس هذا بالعوده افيك اون سوم امبورطونت، واللي هو حلقه مهمه في التكوين. شوف في الدول المتقدمه الاولى يجيب لك الدي تي ان هو بالك هو اللي يكون شيخ سبب في تعيين بالك المدرب، ما عليناش. جبت انت ان دي تي اس افيك اون سوم امبورطونت، وراه كاين حاجه اللي ما كانتش كاينه في الاعوام الماضيه، ما كانش كاين الملعب. راني معاك، رحت القريه كاين ملاعب وين تنجم كاع لي كاتيجوري تاعك يكونوا كسموه كاع. الور هنايا الدي تي اس يكون عنده دور كبير، وين تكون لق الشخصيه تكون تاعها قويه، اللي هو يدير له ستاف تكنيك تاعه، ومادابينا له ستاف تكنيك تاعه يكون ملاعبين قدماء اللي قال عليهم عمر وقال عليهم الشيخ. وانا لي عمر من تقول له عند ملعب تقول لك لعبت عند الشيخ قصباوي الله يرحمه، لعبت عند قشره عند بشري اللي هما كانوا لاعبين قدماء. الور تدرك تروح للتكوين في مولودية وهران باش ما نعممش وباش ما نكون با جينيراليزي، تروح شكاين كون مدربين زعما كاين مدربين ثاني ما عندهمش مؤهلات وزعما باش يكونوا مدربين. وقبل ما يكون مدرب لازم يكون مربي. مربي سي نورمال. قدوة لازم يكون قدوة. ديجا في هذا لو بالي هذا ما يقولكش اونترينور، يقولك ايديوكاتور سبورتيف. ايديوكاتور سبورتيف. باسكو سا توش ليديوكاسيون اي سا توش لو تكنيك. ياك هكا. حنايا توجو نعاودوا للاعبين القدامى. الور انت دروك تجي انت طفل صغير كيما قلت تجي انت تايا. انا خطر كيما قال انا خطر جا عندي واحد من واد الصباح 2019 شيخ والله جا عندي واحد من واد الصباح كان عندي اي 12 ولا اي 11 باش واحد ما يزكيش نفسه. جا لابس صباط حاجاكم لابس تريكو هكا قديم منا كاع اللي شافوه تما كاع حقروه. الوغ الى سويفي كو دخل سي توش البولا دو توش تروا توش دو بال. الوغ هذيك لا سيزون اللي تي هو لو باترون ضرب واحد دو زون ولا هذه غير مثال تاع قلت لي التكوين. رحت انايا من بعد عاودوا عيطوا لي قالوا لي بوعلا ما كانش السيد كان لو باترون في هذيك لا كاتيجوري تاعه هو يربح ليكيب. بون ما نهضروش على اللي سموه لي كاليتي تكنيك. الور سي الغوريان جاو مدربين من مورانا لي بوكشا يخدم الغوريان لقى روحه كاع اليكار. كي تهضر لي على التكوين انت لك صحه، كي تهضر لي على التكوين لك صحه. مصري سي عمر بكل صراحه اليوم الموهبه وحدها تكفي باش ربما تلقى مكانك في الانديه تاع درنا نتكلموا عليها، وبما انك العارف بشؤون فريق مولوديه وهران الموهبه وحدها تكفي باش تدخل فريق مولوديه وهران في الفئات الشبانيه. لا شوف بكل صراحه ربما ما جاوبنيش على السؤال. يفو عمر هو ما جاوبنيش على السؤال، ربما جاوبني عليه بطريقه مباشره. اليوم فريق نادي بارادو اصبح موديل، اصبح حلم كل لاعب صغير ومام لي بارو ثاني. اليوم اي واحد تقول له يقول لك سيدي انا نروح الفريق اللي اصبح اكبر مصدر للمواهب الكرويه في الجزائر. وليكزومبل لا بن سبعيني عطال زردان وداوي وداوي والنعيجي اللي راه بلالي ايزون فوندي بليزيور جوار باسكو ايزون انفيستي في لي جون. اون بو الفير هنايا اون بو الفير. دروك انا صادق من نتكلم بالك ماشي ماشي نعكسه ولا على بن عودة عبد الكريم بالك راه في الفتره اللي راه فيها مازال ولا انا جامري بيان نقول لك جامري بيان. ما فهمتني الفتره اللي جاو في فتره صعيبه بزاف تري ديفيسيل باسكو لو كلوب يلق استركتور جديده تعاود يفو ريستركتوري لو كلوب شوز كي ني با فاسيل سيرتو في الفئات الشبانيه وين رانا نشوفوا هذه الافه اللي راهي تزعزع تطور اللاعبين يفو باتر. بون ثاني ما نكذبوش على روحنا احنا كنا انا بالنسبه لي المير فورماتور كو جو في حياتي سي قصباوي
الهواري سيتي ديريكتور ديكول سيتي با فوتبولور صافي با دير تكون فوتبولور باش تكون تعرف الموهبه خاش مكتشف المواهب يقد واحد برك تلقاه داير براس برا وقاعد يتفرج لك في الاستاد يقول لك هذاك يعرف ولا هذاك ما يعرفش كاينين هاد الناس في وهران يا دي جون بكري يا في كو سا تشوف البكري وين كان لي سوسيتي بوبليك لاسنات سونيتاك تبع كان كانوا بزاف في هاد الاخر دي جوار تصاوت مين جا صوناتيبا لمسيو انا مين جيت لمسيو جيت من صوناكم كراسا كي كراسا سيرتا بليلي ماشي بليلي بليالي الشيخ بليالي اللي نحييه من هذا المنبر اللي هو تاني اللي نوزا بوكو يدينا هو اللي قال لي ما تسريش صوناكم قال لي تي نو با تا بلاص في صوناكم تروح لمسيو طلع المستوى دونك اون افي دي جون كي نوزون غيدي ورونا لو فري شومان حنا اون ابري بيان كيكونوا هادو حنا اون طون كونسيان جوار اون كوني لا فالور تاع هاد لي جون حنا دروك انا كنروح نتفرج مقابله تاع لي اوكاز ولا نقد نقول لك سبحان الله ما يعلم الغيب غير الله تاع قد نقول لك هذاك اللي يقد يبروغريسي ولا ما يقد ما يبروغريسيش في لا توش دو بال في لا كورس تاعها في البلاسمون تاعها بوكو تشوز تكنيك اللي نعرفوهم حنا من الخصوصيات تاعنا دونك نتمنى ان شاء الله الشركه هذه جات في وقت حساس تعطي قيمه كبيره للفورماسيون حتى تبقى في لافورماسيون سي عمر ربما كنت عندك فرصه الموسم الماضي ولا اللي قبله كان عندك ربما اقتراح باش تلعب ولا تطلع عديد من اللاعبين اي 19 وقعت لك حادثه واش وقع بكل صراحه قولها لنا امام التلفزيون بكل صراحه شوف كانت عندك رغبه وكانت عندك نظره مستقبليه باش نرقوا بعض اللاعبين لكن سمعنا احد الاقوال باللي دي جون بغاو يستغلونا وكنا على بروش العيد الكبير الناس بغاو يستغلونا باش تفهمني استدير يروح عند جو يقول له انا طلعتك وانا طلعتك كيما صرات من قبل يا بوكو جوار اللي طلعتهم انا ولا طاهر قبلي ولا يروحوا لي جون واحد اخرين يقولوا حنا طلعناكم ويستافدوا مع الوالدين تاعهم واش يدو واش يدو يدو كم شي يدو بالك سي شوف والله سي مسكين والله مستوى ضعيف شر رانا بلية رانا بلية رانا نتكلموا رانا نتكلموا على حاجه اللي والله نورمالمون ما نتكلموش عليها متفق بهم عمر بيان سير فقت بهم واش قررت واش قررت قررت ما مرتا حتى واحد ما يطلع واحد ما يطلع تدخل في الشخصيه عفوا ان شاء الله نهضروا على الشخصيه ايماجيني ت ان ايديكاتور ولا بون سي عمر ما غاديش نبداو نهضروا على التاريخ تاع عمر هما على بالهم باللي اكي ايزون افير شوف اسمح لي سالك بور تدير اليوم لا والله باش ما ننساش اليوم لي سبور لعبوا لعبوا مع الثوره ربحوا 5-4 في الثوره صافي بيان البارح البارح استغفر الله بور فو دير باللي يافي با مال دو جوار من اي 19 اللي لعبوا في لي سبور وتم تغيير الفريق دونك هنا صابروف باللي في فئه الرديف اللي مو هذا اللي ما نبغيش بوان دانتيروغاسيون عمر ربما سي عمر كل صراحه لما كنت مدرب كاين بعض المناجيره كانوا يدوروا في الملعب كان بعض المناجيره كانوا يتقربوا منك كاين بعض المناجيره كانوا يجوا عندك يقول لك عندي لاعب فلان يطلع اهلي لاعب اهلي كنت مبلع عليهم في ظهري واه فاس ما كاش كيفاش كانت تصير الامور شوف كان بعض المناجيره يجيب انا شوي كونتر ان مناجير يجيب لك بلوس دو 3-4 جوار صدير يفا تو كريي كيما يقول كان بروبليم في ليكيب يقول الفريق ولي اوتاج فيه في الدعم اوتاج ولي يتحكم في اللاعبين تاعه ومنا منا دونك ان مناجير سي سون غابان بصحته انا جيب لي ان بون جوار جيب لي دو بون جوار 3 بون جوار خليهم وروح صاي ما تجيش تاخذ روحك فيا انا لعب ولا ما لعب سي با طون بروبليم سي تا بروبليم تكنيك سي شوا اللي داراه المدرب على اللاعب لكن هما مصاحبين الرؤساء لي ماناجير دروك ولاو يتحكموا في الكره الجزائريه لي ماناجير هادو ولاو يتحكموا في الكره الجزائريه حشري ما يستاهلش شكوني با مال هنايا يكوني با مال دو ماناجير اونيت اي بور ات اونيت دروك سي تري ديفيسيل يعطيك الصحة يعطيك الصحة شكرا والله غير حاجة تفكرتها غير شتي تيت انيكدوت واحد العام 93 من دينا الشامبيونا كان عندنا ماتش بورتو مع الناد في الجي انا قلت لهم ما نلعبش تعطوني دراهم ولا ما نلعبش وين الصوم تاع دراهم دوك نقول لكم شحال معايا وكيديروا لي ديريجو على ليبوك سيتي جباري جا عندي بديار للدار قال لي روح تلعب لا والله الحاج من الحاج انا جو كونسيديركم بويا بديار الله يرحمه الله يرحمه ويسامحه نعزه بزاف فوق راسي يبغي ليكيب سي كالكان دو ساج وكاع ان بون ديريجون كان معنا دونك قلت له ما نلعبش منا قال لي عمر روح وعليا قسما ربحنا 3-2 الماتش في التروازيام بيت جبد اوفلوب قال لي عمر
يقولهم لي في الستاد دونك على بالك سي انا نروح نلعب احنا سي دو مناس هكا غير باش بصح بور فو دير باللي كاين دي جون ديرير نو صح قلنا راسهم شحال؟ 4 ملايين يعطيكم الصحة شرفتني بالحضور تاعكم ربما مش نقولوا للمشاهدين الكرام إذا تكلموا اليوم الضيوف تاعي بحرارة لأنهم يتنفسوا فريق مولودية وهران ويتنفسوا كرة القدم ويوم ما يحبوا غير الخير لفريق مولودية وهران يعطيكم الصحة شرفتني بالحضور تاعكم اليوم يعطيكم الصحة مشاهدين الكرام نلتقي في العدد القادم دائما في برنامج سبور أنوان نفس القناة ونفس الموعد إن شاء الله ألقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.